محمد خاتم الأنبياء المرسلين. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، موعدنا اليوم مع قصة عقبة بن نافع والفصل الرابع الزحف إلى طرابلس. طبعا يا أولاد احنا درسنا في الفصل الثالث كيف فتح عمرو بن العاص برقة وكيف رحب أهل برقة بالإسلام لأنه أنقذهم من ظلم الروم. هل توقف الفتح الإسلامي عند برقة؟ لا طبعا، طموح عمرو بن العاص كان هو فتح إفريقية كاملة. تعالوا بينا نشوف أحداث الفصل الرابع ونتعرف على الزحف إلى طرابلس وماذا حدث في معركة طرابلس. ملخص لأحداث الفصل يا أولاد، الفصل ده بيقول لم يكن هدف عمرو بن العاص فتح برقة وحدها، إنما فتح هذه البلاد حتى أفريقية ونشر الدين فيها، فكانت مهمة الجيش صعبة لأنه سيقطع مساحات صحراوية واسعة يقيم فيها البربر والروم، وهم معروفون بالشجاعة والقوة وعدم الاستسلام في الحرب إلا مرغمي. تعال نكمل يا أولاد. لم يخف عمرو لشجاعته وكثرة ما دخل من معارك وخبرته بها وانتصاراته الكثيرة، فكان لا يخاف هذه المشكلات. أمر عمرو بالزحف على مدينة طرابلس، وكانت مدينة أسوارها عالية وحصونها قوية، كما أن أهل طرابلس تحصنوا في مدينتهم مما جعل الاستيلاء عليها أمرا صعبا. وقد حاصرهم عمرو بن العاص مدة شهر ولكنه لم يستطع دخول المدينة. تعالوا بينا يا أولاد نكمل. بعد حصار عمرو بن العاص لطرابلس شهر، ماذا سوف يحدث؟ انحصر الماء عن الشاطئ، فتمكن عقبة وعمرو من الدخول من جهة الشاطئ. طبعا نعرفين ان في ظاهرة بتحدث اسمها المد والجزر. الجزر معناه رجوع الماء للخلف عن طريق الشاطئ، وده سهل دخول عمرو بن العاص بجيشه عن طريق الشاطئ بعد ان اصبح الطريق ممهد اليه. تعالوا نكمل يا اولاد. دخل المسلمون المدينه وهزموا اهلها حتى ان معظم اهلها فروا في السفن التجاريه، ثم بنى المسلمون مسجدا وسموه مسجد عمرو، ويقال ان مكانه مسجد احمد القرملي، بني على انقاض. هم بنوا مسجد سموه مسجد عمرو، ولكن في مسجد حاليا موجود في طرابلس اسمه أحمد القرملي، يقال أن هذا المسجد هو بني على أنقاض مسجد عمرو بن العاص. أراد عمرو السيطرة على القبائل الصحراوية حتى لا تأتي منها هجمات على المدينتين الكبيرتين برقة وطرابلس. تعالوا بينا نكمل يا أولاد فقرة سؤال وجواب. يبقى قبل ما ندخل فقرة سؤال وجواب لازم نكون عارفين ان الفصل ده بيتحدث عن فتح طرابلس، كيف كانت اسوارها منيعة، ولكن عمرو بن العاص بعد حصارها لمدة شهر استطاع ان يفتحها بعد ان اصبح الطريق من جهة الشاطئ من جهة البحر اصبح ممهد لسير الجيش عليه، وهنا ذهب عقبة وفتح المدينة وأقام بها مسجدا، وأن أهل المدينة فروا في السفن التجارية. تعالوا هنا يا أولاد نشوف السؤال والجواب بيجي إزاي، سؤال بيجي إزاي على الفصل ده في الامتحان. لا، السؤال الأول ما هدف عمرو بن العاص من الفتح؟ إجابة: لم يكن هدفه فتح برقة وحدها وإنما فتح هذه البلاد حتى أفريقية ونشر الدين فيها. شوف السؤال الثاني يا أولاد، لما كانت مهمة الجيش صعبة؟ برافو عليك، أحسنت يا اللي بتجاوب. لأنه سيقطع مساحات صحراوية واسعة يقيم فيها البربر والروم، وهم معروفون بالشجاعة والقوة وعدم الاستسلام في الحرب إلا مرغمين. يعني كده صعوبة الجيش كانت في حاجتين: سيقطع مساحات صحراوية واسعة، كذلك الشجاعة والقوة اللي معروف بيها الروم والبربر في القتال. تعالوا نكمل يا أولاد. السؤال الثالث: لما لم يخف عمرو؟ الإجابة: لشجاعته
شجاعته وكثرة ما دخل من معارك وخبرته بها وانتصاراته الكثيرة. هنشوف السؤال الرابع، ما الذي صعب من مهمة فتح طرابلس؟ أسوارها العالية وحصونها القوية، كما أن أهل طرابلس تحصنوا في مدينتهم. تعالوا بنا نكمل يا أولاد. ماذا فعل عمرو بن العاص؟ حاصرهم مدة شهر ولكنه لم يستطع دخول المدينة. ما المعجزة التي حدثت عند فتح طرابلس؟ انحصر الماء عن الشاطئ فتمكن عقبة وعمرو من الدخول من جهة الشاطئ بعد ان اصبح ممهد لسير الجيش. تعالوا نكمل يا اولاد. ماذا فعل المسلمون؟ دخلوا المدينة وهزموا اهلها حتى ان معظم اهلها فروا في السفن التجارية، ثم بنى المسلمون مسجدا واسموه مسجد عمرو، ولكن تهدم وبنى مكانه مسجد احمد القرملي. تعالوا بنا يا اولاد شوف السؤال الثامن، لما هاجم عمرو القبائل الصحراوية؟ طبعا يا اولاد القبائل الصحراوية القبائل المحيطة ببرقة وطرابلس حتى لا تأتي منها هجمات على المدينة.